ارجع تاني اقول ان احنا بالنسبه لينا هنا، انا كنت لسه بتكلم مع دوله الرئيس ومع المحافظ بان احنا محتاجين ننظم التواجد للقبائل اللي موجوده بالشكل اللي هم طبقا لاعرافهم، ولكن عشان يبقى عندنا كدوله فرصه ان احنا نقدم الخدمات المختلفه، خدمات التعليم وخدمات الصحه واي خدمات اخرى الدوله تقدمها، بان احنا ننظم الكلام دوت بشكل احسن من اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. مره تانية بقول لكم ان اللي اتعمل خلال الكام سنه اللي فاتوا دول مش كتير، لكن هي خطوه في تطوير حقيقي للدوله المصريه بتستهدفه. يعني افتكروا كويس، اي ميناء، يعني اسكندريه دي اللي كانت كتله كبيره جدا من سكانها عايشين على الميناء بتاعت اسكندريه. تصوروا ميناء جرجوب اللي احنا عملنا افتتحنا جزء منه وهنفتتح او بنطور جزء تاني وجزء تالت، يعمل ايه في المنطقه بتاعت منطقه جرجوب، في منطقه جرجوب كمكان. طب المدن زي مدينه العالمين وزي مدينه راس الحكمه واي مدن اخرى ممكن نعملها على امتداد الساحل، هتعمل ايه لاهالي مطروح؟ الموضوع كل مدينه بيبقى فيها حاجات كتير قوي، مناطق صناعيه ومدارس وجامعات ومستشفيات وحاجات اخرى كتير. فعايز اقول ايه، ان كان في فتره من الفترات يعني ما كانش في فرصه للدوله انها تهتم قوي باهالي مطروح، اتصور ان احنا ان شاء الله باللي احنا متحركين فيه ده هيبقى في اهتمام وفي جهد مش كلام. يعني احنا عمرنا ما قلنا هنعمل قبل ما كنا عملنا وبنفتتح، فاحنا ان شاء الله متحركين في هذا الاتجاه. وزي ما قلت لكم كده، اي مشروع بيتعمل يعني الطريق اللي عشان اعمل طريق لغايه مطروح يحرك الناس والتجاره بيننا وبين اشقائنا في ليبيا عن طريق المنفذ، انتوا بتتكلموا في تكاليف كتير جدا. طب احنا هنستفيد منه حاجه كمواطنين واهالي؟ طبعا طبعا، كل حاجه بتتعمل هنا هي ليها انعكاس ومردود على اهالي المحافظه. يعني انا سعيد بلقائكم، وطبعا بما ان انا موجود معاكم هنا برضو محتاجين تبقى عايزين تطمنوا على يعني الحال في مصر. عايز اقول لكم على حاجه، احنا بقالنا حوالي 8 سنين بنشتغل على امتداد الدوله المصريه، وما فيش مكان في مصر لم تصل اليه ايد التطوير والتنمية على امتداد من أول أسوان لغاية اسكندرية لغاية حدودنا مع لغاية السلوم. مفيش مكان في مصر إلا ما فيش شغل بيتعمل لصالح أهلنا مواطني مصر يعني بالكامل. طيب وإحنا شغالين في ده، كان في خطة شغالين بيها وفي رؤية للدولة تجاه شكل الدولة المصرية ومكانتها واقتصادها خلال العشر لغاية 2030.